والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الله تعالى في باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير، قال الله تعالى: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقال تعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى وعن أبي إبراهيم ويقال أبو محمد ويقال أبو معاوية عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وهذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. فالشاهد من الموضوع أنك تبشر كل شخص بالخير، خلك أنت وسيلة أنك تجيب الخير وتبشر الناس، حتى لو تدري الواحد أن الدنيا معطيته، يعني ما أعطيته على ما يبي مضبوط، ما أعطيته الصالي، قل أبشر بالخير، بشر الناس بالخير. والرابح اللي يقول أبشر بالخير، ربي ما هو مخليك، ما الله بخالقك عشان يعذبك، ربي ما هو بخالقك عشان يعذبك، خالقك مستحيل أنه بيوديك أنه يهينك، مستحيل. أحسن مضبوط، فأحسن الظن بالله وارتح حجاجك على الله وأمورك كلها طيبة. أبشر المخصوم